بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 18 من نوفمبر عام 1984، وعمان تشهد حدثا تاريخيا هاما، ألا وهو عيدها الوطني 14 المجيد. نحييكم أيها الإخوة، والفرحة تعم الجميع، ومظاهر السعادة تشمل كل الناس وتشمل كل بقعة على أرض عمان الحبيبة. ومن ميدان الفتح نحييكم، حيث سنسعد جميعا بلقاء تاريخي عظيم، حيث سيتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، فيشمل برعايته السامية العرض العسكري الكبير الذي يقام بمناسبة العيد الوطني 14 على ميدان الفتح في الوطية في هذا اليوم السعيد. وسيتفضل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة باستعراض للقطعات العسكرية المشتركة في العرض أثناء مرورها من أمام المنصة الرئيسية. نحييكم أيها الإخوة المواطنون، ونحييكم أيها الإخوة المستمعون في كل مكان. لقد بدأت القطع العسكرية تدخل إلى ميدان الاستعراض لتأخذ مكانها حتى تبدأ الاستعراض الكبير بعد وصول الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم. أيها الإخوة، لقد حضر إلى هنا المواطنون المدنيون منهم والعسكريون ليحتفلوا بهذه المناسبة الغالية العزيزة على كل عماني، وقد حضر أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة كبار المستشارين، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الاستشاري للدولة، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات، وأصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدون لدى السلطنة، والسفراء الدول الصديقة المعتمدون لدى السلطنة أيضا، كما حضر إلى هنا ممثلو الدول الشقيقة الذين جاءوا للمشاركة في هذه المناسبة. فقد حضر من بينهم معالي نائب رئيس الوزراء المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى كمال حلمي على رأس وفد ليشارك عمان باسم جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة العزيزة. كما حضر سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ممثلا لوالده وممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحضر أيضا معالي وزير الفلاحة التونسي الأسعد بن عثمان
على رأس وفد من تونس الشقيقة، وحضرت وفود أخرى ورجال الصحافة والإعلام من الدول الشقيقة والصديقة. أيها الإخوة المواطنون، أود هنا أن ألقي الضوء على بعض المعلومات التي تتعلق بالاستعراض. إن التشكيل في العرض العسكري له قائد للاستعراض، قائد هو العميد الركن عبد العالم بن مستهيل، ويساعده نائب قائد الاستعراض العقيد صالح بن إبراهيم بن حمد، وهنالك وكيل لقوة الاستعراض هو الوكيل الأول سعيد بن علي بن راشد الكلباني. أما قائد حرس الشرف اليوم فهو المقدم عبد الله بن سالم بن سيف الحوسني، ويتكون حرس الشرف من لواء الحرس السلطاني وسلاح سلطان عمان الجوي وقوات سلطان عمان البرية وقوات سلطان عمان البحرية وشرطة عمان السلطانية. وتشترك أيها الإخوة قطعات عسكرية في العرض، هي 18 قطعة تمثل الألوية وكتائب الجيش والقوات وقوات أمن الأرياف، كما ستشارك الطائرات في الاستعراض الجوي، وهنالك فرق للموسيقى أيضا تمثل القوات المسلحة في مختلف قطاعاتها، ومدفعية سلطان عمان وقوة من أمن مسندم. كل هؤلاء سيشتركون في هذا الاستعراض الذي بدأت طلائعه تدخل إلى ميدان الاستعراض لتأخذ مكانها. وكما أشرت قبل قليل، إن الجموع الغفيرة من أبناء هذا الشعب الأبي أتت إلى هنا تنتظر لحظة اللقاء التاريخية، ليسعد الجميع بلقاء الأب ولقاء القائد ولقاء باني نهضة عمان، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. أيها الإخوة المستمعون عبر الإذاعة العمانية، في كل مكان يصل إليكم فيه صوتنا، أيها الإخوة المشاهدون للتلفزيون العماني في كل مكان تشاهدون فيه هذا الاستعراض وهذا النقل الحي، نحييكم تحية مليئة بالفرحة والسعادة والسرور، ونحن نجدد العهد ونحن نجدد اللقاء، لقاء المحبة والعرفان. سيتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، فيشمل برعايته السامية العرض العسكري الكبير بهذا الميدان، ميدان الفتح، بمناسبة العيد الوطني 14 المجيد. وتشارك في العرض وحدات رمزية من مختلف أفرع قواتنا المسلحة، ويلقي جلالته في الاحتفال خطابا سياسيا هاما
وشاملا يتناول فيه مسيرة النهضة المباركة على مدى 14 عاما الماضية، ويحدد معالم الطريق في الفترة المقبلة بما يعزز المسيرة المظفرة. أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة عمان في كل مكان على أرضنا الحبيبة، تحية لكم من ميدان الفتح. أيها الإخوة المشاهدون لتلفزيون عمان في كل مكان، يسعدنا هذا اللقاء. إن هذا اللقاء الذي يتجدد والذي ينبض بالمحبة والود والإخاء والتقدير، لا نتطلع فيه كلنا إلى ما أنجز على هذه الأرض الحبيبة على مدى 14 عاما مضت. إن حضرة صاحب الجلالة سيتناول في خطابه اليوم الموقف من القضايا الراهنة خليجيا وعربيا ودوليا، ليؤكد على مبادئ السياسة الخارجية العمانية التي حققت نجاحها المضطرد والمستمر بفضل توجيهات جلالته السامية، والتي أكسبت السلطنة مكانة دولية بارزة على الساحة العالمية بوجه عام. وتعم الاحتفالات أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون مختلف ربوع البلاد، حيث تجري الرقصات الشعبية والعروض الفنية وسباقات الجمال، وذلك تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة المجيدة. وتأتي احتفالات البلاد بالعيد الوطني 14 وإنجازاتنا الوطنية في العهد الزاهر الميمون تزداد انتشارا وتعم بخيرها كافة أرجاء السلطنة. فقد تعزز اقتصادنا الوطني رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بما يؤكد سلامة الخط والنهج في مشروعات التنمية. وأوشكت الخطة 50 على الانتهاء، وقد حققت جانبا كبيرا من برامجها، ويجري حاليا الإعداد للخطة 53. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، أيها الإخوة المواطنون، نحن في انتظار الموكب السامي. الموكب السامي سيصل بعد قليل إلى هذا المكان، وعيون الجماهير العمانية والجميع هنا تتطلع إلى إطلالة حضرة صاحب الجلالة ليلتقي بأبناء شعبه الأوفياء في لقاء مليء بالمحبة، مليء بالعرفان، مليء بالتقدير لما أولانا به حضرة صاحب الجلالة من منجزات الخير، ولما دعانا إليه من مسار يشق طريقه نحو المعالي دائما وأبدا. فقد تحقق لنا الكثير من المنجزات، بل من المعجزات. ويصل الآن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم إلى هذا الميدان. سلام يا جلالة السلطان، بابا سلام.
تصفيق الجماهير كلها وسيرزق. وهكذا أيها الإخوة المواطنون، وهكذا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، عزف السلام السلطاني تحية إجلال لحضرة صاحب الجلالة لدى وصول جلالته إلى ميدان الفتح في هذا اليوم السعيد، اليوم الأغر. وأطلقت المدفعية 21 طلقة، وتقدم قائد الاستعراض من المنصة يستأذن جلالة القائد الأعلى لبدء الاستعراض العسكري الكبير بهذه المناسبة الجليلة. أيها الإخوة المستمعون، بعد قليل سيغادر حرس الشرف مع الفرق الموسيقية، وسيمر العلم أمام المنصة الرئيسية ليؤدي أفراد الحرس، حرس الشرف يؤدوا التحية لحضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة. أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة المشاهدون، أيها المواطنون العمانيون في أي مكان، تأتي هذه الاحتفالات ونحن نستهل العام 15 للنهضة، وهي فترة زمنية بالغة الأهمية من عمر شعبنا الأبي. وبفضل توجيهات جلالة السلطان المفدى وولاء شعبه وعمله المستمر والدؤوب،
للعطاء وللبذل، فإن مسيرة الخير والبناء تتعزز يوما بعد الآخر. وقد تطورت قواتنا المسلحة إلى حد كبير، وتم تزويدها بأحدث الأسلحة، وتعززت قدرتها البشرية، وتم توفير كافة السبل لتنمية هذه القدرات، وأصبحت قواتنا المسلحة درعا حصينا يحمي منجزات النهضة ويذود عن البلاد المخاطر والتهديدات الخارجية. أعاد الله هذه المناسبة المجيدة على جلالة السلطان المفدى بكل الخير والبركة والعمر المديد، وعلى أمتنا العمانية بالتقدم والازدهار والرفعة والمجد. وهكذا أيها الإخوة، غادر حرس الشرف مع الفرقة الموسيقية، وتدخل الآن الفرق الموسيقية المشتركة متجمعة لتمر أمام جلالة السلطان المعظم، ثم تقف في مكانها المخصص لها في أرض الاستعراض. الإخوة، تشترك سبع من الفرق الموسيقية في هذا الاستعراض. يشرفني أن أستعرض أسماءها على حضراتكم. هي فرقة الموسيقى السلطانية الشمالية، وفرقة الموسيقى السلطانية الجنوبية، فرقة الموسيقى السلطانية الخيالة، فرقة موسيقى قوات سلطان عمان البرية، فرقة موسيقى سلاح عمان، سلاح سلطان عمان الجوي لحرس الشرف، وفرقة موسيقى قوات سلطان عمان البحرية لحرس الشرف، وفرقة موسيقى شرطة عمان السلطانية. كل هذه الفرق تأتي الآن تسير متجهة إلى المنصة الرئيسية. الفجر على عمان وأهلها في عام جديد سعيد، يتألق بالاستقرار وتحقيق المزيد من منجزات الحياة السعيدة، بقلوب تغمرها فرحة الإيمان، وبعزيمة تتضاعف، وبنشاط يتجدد، نستقبل بالفرحة والسعد أيام عيدنا الوطني 14، وقد حلت علينا بالبركات واليمن والإقبال. فليس لنا ونحن نعانق الأمجاد
بما أنعم الله به علينا إلا أن نرفع الأيدي إلى السماء، وبقلوب مفعمة بالمحبة والولاء الصادق ندعو الله صادقين لأن يحفظ لهذا البلد الآمن سلطانه قابوس الأمين الذي وعد قبل 14 عاما في كلمات ما زال صداها وسيستمر يدوي، فتحقق الوعد وما زال مستمرا يتحقق. فالتهنئة هنا لجميع إخوتنا العمانيين المخلصين الذين وقفوا وقفة رجل واحد صلب القناة ليجددوا للعاهل المفدى مراسم الولاء والإخلاص لتستمر مسيرة الخير من أجل تحقيق المزيد في العطاء، ومن أجل تحقيق المزيد من المكاسب، ومن أجل رسم طريق ومخطط آخر لطموحات تدر خيرا. وقف المرشدون في أماكنهم، والفرق الموسيقية أخذت أماكنها أيضا في هذا الميدان الكبير وسط تصفيق جماهير الحاضرين. المشاهدون والمستمعون، تتحرك 18 مفرزة إلى ميدان الاستعراض بقيادة قائد الاستعراض لتمر أمام جلالة القائد الأعلى. إنه ليوم بهيج، وإن مظاهر العزة والكرامة على وجوه أبناء عمان البررة تظهر واضحة، ترتسم الفرحة كلها على جباههم، يتقدمون في إباء وشمم يدل على تدريب محكم، وعلى قيادة واعية سليمة. التسليح في قوات السلطان المسلحة أيها الإخوة مجال يتسع الحديث فيه، نظرا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام، فإن جيشنا يتمتع بمختلف أفرعه وقطاعاته بالحديث والمتطور والفعال من السلاح. قد جرى تسليح القوات البرية بدبابات حديثة متطورة وناقلات جنود وآليات ثقيلة تتلائم وضرورات التحديث، كما جرى تزويد وحداتها بأجهزة ومعدات حديثة تناسب تطور الأسلحة الأخرى من مدفعية ثقيلة بعيدة المدى وأجهزة اتصال للغاية ومعدات ميدانية تعتبر من ضرورات الحرب الحديثة. وتمر أيها الإخوة وحدات الجيش الرمزية، وحدات قواتنا المسلحة أمام المنصة الرئيسية وتؤدي التحية، وجلالة القائد الأعلى يرد محيا تعبيرا عن إعزازه لقواته المسلحة الظافرة.
لنا في هذا المجال أيها الإخوة المستمعون والإخوة المشاهدون، نستعرض معكم أسماء هذه القطاعات العسكرية المشتركة. المفرزة الأولى هي لواء الحرس السلطاني، تتبعها كتيبة مسقط وكتيبة الحدود الشمالية، ثم كتيبة الصحراء وكتيبة الجبل وكتيبة ساحل عمان ومدفعية سلطان عمان وكتيبة دروع سلطان عمان وكتيبة مظلات سلطان عمان وقوة الحدود وكتيبة جنوب عمان وكتيبة الحدود الغربية وقوة استطلاع عمان وهندسة قوات السلطان المسلحة وسلاح سلطان عمان الجوي وقوات سلطان عمان البحرية وشرطة عمان السلطانية وقوة من أمن الأرياف، كلها 18 مفرزة تمثل القطعات العسكرية 18 المشتركة في هذا الاستعراض الكبير. أيها الإخوة، لقد جرى تزويد سلاح سلطان عمان الجوي بطائرات مقاتلة حديثة ومعدات وأسلحة وأجهزة رادار واتصال حديثة أيضا ودفاعات جوية قادرة على حماية أجواء السلطنة من أي عدوان خارجي، وبنيت قواعد جوية حديثة وأنشئت مدارس متخصصة بكافة الأسلحة، زودت بأجهزة التدريب المتطورة لتسهم في عملية إعداد الأفراد والضباط. وفي مجال قوات سلطان عمان البحرية فقد أنشئت قواعد بحرية متقدمة، قواعد أخرى ضخمة في طور الإنشاء لتغطي حاجة السلطنة من توفير الحماية البحرية وتزويدها بسفن صاروخية حديثة. وهناك أيضا سفن حربية أخرى في طريقها إلى الوصول للسلطنة، وبعضها ما يزال تحت الإنشاء. وهذه الأسلحة والمعدات تكلف مئات الملايين، ولكنها تضيف قدرة جديدة إلى قدرة قواتنا البحرية لحماية شواطئنا والقدرة على تقديم أي مساعدة ممكنة للمواطنين. بالإضافة إلى أن قواتنا البحرية وقواتنا المسلحة تقوم بتعزيز واجباتها في مضيق هرمز خدمة للملاحة الدولية عبر المحيط إلى الخليج ومنه إلى أطراف العالم النائية. وقد أثبتت قوات سلطان عمان البحرية جدارتها بحق وحقيقة في هذا المجال وفي المجالات الأخرى الداخلية وفي تقديم مساعداتها الفورية لكل محتاج. وهناك أسلحة متطورة وحديثة في طريقها إلى الانضمام لقوات السلطان المسلحة وفق خطة أعدت لذلك بتوجيهات ورعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة السلطان المفدى قابوس بن سعيد المعظم. ما زالت أيها الإخوة المواطنون، الإخوة المستمعون والمشاهدون، تمر هذه القطعات العسكرية من أمام المنصة لتأخذ أماكنها في وسط الميدان.
قبس الهدى، قابوس يا قبس الهدى بدر الدجى، بحر الندى يا سيد الأجواد، هذه عمان أصبحت بك موئلا ومنار هدي منك للرواد. وعمان تحتفل ابتهاجا كاملا في عيدها الوطني بالإسعاد. طابت بك الأيام في حفلاتها، أعياد مجدك زينة الأعياد، حققت للوطن العزيز مراده وبنيت صرحا في ذرى الأطواد. أيها الإخوة المواطنون، في إطار الجهود المبذولة لبناء الجندي الكفء وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب حسب حاجة كل سلاح، أنشئت العديد من المدارس المتخصصة، ويتلقى فيها المنتسب دروسا ثقافية متنوعة إلى جانب مادة التخصص. وعلى سبيل المثال للحصر، هناك كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة، ومدرسة تدريب الضباط المرشحين، ومدرسة تدريب القادة، والمعهد الفني بسلاح سلطان عمان الجوي، والمدرسة الفنية بلواء الحرس السلطاني، ومدرسة تدريب الطيارين بمصيرة، ومركز تدريب البحرية بصور، ومدارس المدفعية والمظلات والإشارة، إلى جانب معهد التدريب المهني التابع لشعبة الهندسة، والذي افتتح في شهر سبتمبر الماضي. وتعمل أيها الإخوة هذه المعاهد المتخصصة على صقل مقدرات شبابنا العسكري وتأهيله ليناسب طبيعة السلاح الذي يلتحق به. دوران إلى الأمام للإسعاد. حذار إلى اليمين للإمام. هنا أيها الإخوة المواطنون، نحن بانتظار لحظة اللقاء الهامة، حيث سيتفضل حضرة صاحب الجلالة بنطقه السامي كما عودنا في السنوات الماضية من سنوات المجد. وتتهيأ هذه الوحدات، وتقدم الآن قائد الطابور إلى جلالته. مولاي صاحب الجلالة، قواتكم المسلحة بميدان السراء جاهزين مولاي. أبور.
اسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لمن دواعي سرورنا وغبطتنا أن نحييكم في هذا اليوم الذي اعتدنا أن نجتمع بكم فيه كل عام لنتأمل معا حصاد عام كامل من الجهود المتضافرة والأعمال المخلصة الدؤوبة لخدمة وطننا، ولنتطلع إلى عام آخر سيكون له بإذن الله شأن عظيم. إنه مستهل العام الخامس عشر لنهضة عماننا الحبيبة، إننا إذ نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أحاطنا به من العناية والنعيم للاستمرار في إنجاز عملنا وتدعيم تقدم نهضتنا بكل نجاح، فإننا نضرع إليه وهو المقتدر أن يلهمنا المزيد من القدرة والإلهام لتحقيق ما نصبو إليه من العزة والمجد لبلادنا وشعبنا. متذكرين قوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إننا وقد وضعنا نصب أعيننا دائما خدمة بلادنا وراحة ورفاهية مواطنينا بعزيمة لا تعرف الكلل أو الملل، مستمدين قوتنا من قيمنا وتقاليدنا، فإن النجاح سيكون حليفنا بإذن الله. وستبقى عماننا الأبية قوية
بتفاني ووفاء أبنائها البررة وتضافر جهودهم في مسيرة الخير والبناء. إن سعينا الدؤوب إلى جعل بلادنا معتمدة على ذاتها سيحقق لنا إن شاء الله القدرة على مواجهة المحن والصعاب والقدرة على مجابهة الشرور، كل الشرور، وذلك بعزيمتنا الوطنية التي لا تقهر. شعبنا العزيز، إننا إذ ننعم في بلادنا بالسلام والاستقرار والتقدم والازدهار الذي من الله به علينا، فإن ذلك لا ينسينا ما يعانيه الآخرون في العديد من أرجاء المعمورة من آلام ومتاعب خطيرة ناجمة عما يشهده هذا العالم من توتر وصراع وعدم استقرار، وأنه ليحز في نفوسنا أن يكون هذا حال البشرية في عصر التقدم العلمي والتقني. وانطلاقا من حرصنا الدائم على استتباب الأمن والسلام، فإننا نناشد ونحث القادة والمسؤولين في كافة بلدان العالم ولا سيما في الدول العظمى على العمل بإخلاص وجدية لتخفيف التوتر الدولي والإسراع إلى حل المشاكل التي تعاني منها البشرية في مختلف ربوع العالم، حتى يتجنب المجتمع الدولي ويلات الحروب والدمار ويسود التعايش السلمي القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير. إننا ما زلنا ندعو مخلصين العراق وإيران إلى ترجيح منطق الحكمة للخروج من مازق الحرب الضروس التي دخلت عامها الخامس وأودت بحياة الآلاف من أبناء الشعبين الجارين المسلمين واستنزفت خيراتهما وامتصت ثرواتهما، والتي تشكل اليوم تهديدا للمسالمين الأبرياء وقلقا دوليا عميقا، وأنه لا يسعنا إلا أن نؤكد أن علينا جميعا عربا ومسلمين أن نوحد جهودنا لخدمة قضايانا المصيرية المشتركة. إننا سنواصل دعمنا وتأييدنا الكامل لكل الإجراءات الرامية
إلى احترام وتطبيق القانون الدولي، مؤكدين وقوفنا إلى جانب القضايا العادلة لدول وشعوب العالم، ومشاركتنا الفعالة لخير البلدان النامية التي لا تزال تكافح من أجل التنمية. وفي ذات الوقت فإننا نعمل جاهدين مع إخواننا قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباركين الجهود الرامية إلى تحقيق رقي ورخاء شعوبنا وبلداننا في ملحمة التعاون ومسيرته التي تعتبر مثالا رائعا. وتحدون الثقة في نجاح قمتنا الخامسة التي ستعقد بإذن الله تعالى يوم 27 من الشهر الجاري بدولة الكويت الشقيقة. وإنه لمن حسن الطالع ونحن نستهل العام 15 لمسيرة نهضتنا المباركة أن يصادف انعقاد القمة 6 للمجلس في بلادنا، احتفالاتنا بعيدنا الوطني 15. وإذ نرحب وشعبنا بانعقاد اللقاء الأخوي لقادة دول المجلس هنا في عمان، وفي مثل هذا الشهر من العام القادم أجل ترحيب، فإننا سنبذل في استعداداتنا لإنعقاده ما يوفر له بعون الله كل النجاح والتوفيق. وعلى صعيد آخر في مجال التضامن الأخوي العربي، فإننا نسجل اعتزازنا للموقف الأردني المتمثل في قرار عاهله أخينا جلالة الملك الحسين بن طلال في إعادة علاقات بلاده الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية. إن هذا القرار الذي اتسم بالحكمة والواقعية لهو بادرة طيبة على صعيد العلاقات العربية، ونحن نباركها ونؤيدها. ولقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، وهي لم تتوانى يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام، وإنها لجديرة بكل تقدير. وانطلاقا من الحرص الأكيد الذي تمليه وتحتمه علينا المصلحة المشتركة، فإننا
ندعو كافة إخواننا القادة العرب إلى نبذ خلافاتهم جانبا والعمل بجد وإخلاص على تحقيق أهداف التضامن العربي التي أصبحت في هذه الأيام أو في هذه المرحلة الدقيقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وإننا نتطلع إلى نهج يعيد للعرب وحدتهم ومجدهم بين الأمم. أيها المواطنون، لقد شهدنا بكل فخر واعتزاز البراهين العديدة التي أظهرها رجال قواتنا المسلحة كفاءة وانضباطا وإخلاصا في واجبهم الوطني المقدس. ولقد نالت مجهوداتهم منا التقدير عن جدارة واستحقاق. وإننا إذ نعمل جادين للإكثار من أصدقاء هذا الوطن، فإن علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبذل المزيد من أجله ونواصل العطاء لعزته ورفعته. ولا يخامرنا أدنى شك في أنكم يا أبناء قواتنا المسلحة تقدرون وبكل المسؤولية ما يقع على عاتقكم من واجبات جسيمة في سبيل هذا الوطن ورفعة شأنه والحفاظ على مستواكم العالي الذي ظهرتم به دائما. الذي ظهرتم به دائما رغم الظروف الشاقة الصعبة، ونحن عازمون على تزويدكم بكل الوسائل الحديثة ليسير تطوركم جنبا إلى جنب مع التطور المدني في بلادنا. حتى نتمكن وبإذن الله من إنجاز الأهداف الوطنية الطموحة التي نسعى إلى تحقيقها لبناء عمان المستقبل بمشيئة الله وتوفيقه. أيها المواطنون، إننا وقد وضعنا نصب أعيننا النهوض ببلادنا وخدمة شعبنا منذ فجر نهضتنا المباركة، فإننا نكن الرضا للجهود المخلصة لأبنائنا في جهاز الخدمة المدنية بالدولة التي عبرت عن مدى تفانيهم في أداء الواجب. وإذ نسعى جادين لتطوير هذا الجهاز، فإن عليكم أيها الأبناء في هذا الموقع من الواجب أن تضعوا في اعتباركم أننا منحناكم الثقة لخدمة هذا الشعب الأبي. ونتطلع إلى المزيد من العطاء وبذل الجهود بدون ما كلل أو ملل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
إننا وقد وضعنا بلادنا على طريق البناء والتقدم من أجل إقامة دولة عصرية، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب تعاليم ديننا القويم أو على حساب تقاليدنا وتراثنا الحضاري الذي نعتز به اعتزازنا بأنفسنا. أيها المواطنون، إننا مسرورون جدا للتقدم المضطرد والمتواصل الذي حققه اقتصادنا الوطني، فرغم ركود الاقتصاد العالمي حققت خططنا الاقتصادية أهدافها المرسومة وأتت بثمار طيبة والحمد لله. وإذ نواصل تقدمنا وندرس الخطة الخمسية الثالثة للتنمية على أساس تنويع مصادر الدخل للبلاد، فإننا سنعمل بعون الله على تحقيق نمو متوازن في كل القطاعات الإنتاجية الزراعية منها والصناعية. شعبنا العزيز، اليوم يمكننا أن ننظر بثقة وثبات إلى مستقبل مسيرتنا الخيرة التي بدأناها أو التي بدأ عامها الخامس عشر على بركة الله، عاقدين العزم على أن نحقق لعماننا الحبيبة بفضل الله ومشيئته النمو والازدهار، ولكل مواطنينا الأمن والاستقرار. وفقنا الله وإياكم بكل ما فيه الخير والصلاح، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المواطنون وأيها الإخوة الأشقاء في كل مكان حيث يصلكم صوت عمان، استمعتم إلى النطق السامي. إن الكلمات أيها الإخوة لا تعجز بأن تعبر تعليقا أو تعقيبا على ما قاله حضرة صاحب الجلالة. لقد أوفى جلالته في كل جوانب خطابه التاريخي، سواء كانت فيما يتعلق بالشؤون الداخلية أو بعلاقات عمان بالأشقاء العرب أو بعلاقاتها بالعالم الخارجي. فإليك يا قابوس نؤكد الولاء الصادق ونقول إن قلوب العمانيين فداء لك، وسر على بركات الله، والله يحفظك لتسير بنا دائما إلى بر الأمان وإلى أعلى درجات المجد والعزة. أيها الإخوة، الآن يتقدم سمو السيد ثويني بن شهاب بهدية لحضرة صاحب الجلالة بهذه المناسبة عن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني وعن الشعب العماني.
الإخوة المواطنون، أيها الإخوة المستمعون في عمان، أيها الأشقاء في كل مكان، نشيد الحرس السلطاني والهتافات التي قدمتها هذه الجموع، تمر الآن الطائرات المشاركة في العرض الجوي، طائرات جاغوار وطائرات هنتر وطائرات هليكوبتر للنقل. تمر في سماء الميدان في تشكيلات جميلة رائعة، وهليكوبتر تحمل علم عمان. أيها الإخوة المواطنون، وبعد أن عزف السلام السلطاني إذانا بختام هذا الاستعراض الكبير، غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى ميدان الفتح مودعا بكل معاني المحبة والإجلال والتقدير من أبناء شعبه الأوفياء، وكلنا أمل في أن يعيد الله المناسبة على الجميع بالخير واليمن والسعد وإنجاز مزيد من الخيرات ومن الرفاهية لعمان وأهلها. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، ونحن نأتي إلى الدقائق الأخيرة من هذا الحفل الكبير، إننا لنقول
إن عمان تميزها معاني سامية، ويميزها فكر إنساني عظيم وحكم خالدة وتراث مليء بالمواعظ. فعلينا أيها الإخوة أن نستلهم هذه العبر في أعمالنا من خلال ما حبان الله به من تلك المميزات العظيمة، لتبقى لنا على مر الأيام نبراسا وأسلوبا نقتدي به، وليكون مسار حياتنا دائما وأبدا من أجل تحقيق الأسمى من الآمال. ولنا الكثير من الإيحاءات الفكرية في تاريخنا، ولنا في حياتنا المعاصرة الإبداع والإشراق. فنحن بإذن الله نسير إلى هدف بين غاية مبتغاه تخدم مجتمعنا في جدية العصر، ومن واقع حضارة وبقيمة العقل. فلتهنأ عمان بعيدها، ولتسعد الأمة بما وصلت إليه، ويحق علينا أن نسجل الشكر والعرفان إلى باني نهضة عمان بما أولانا من مكارم ومزيدا من العطاء على أرض الخير والنماء، وقد أشرق عليها فجر الحرية والطمأنينة والرفعة والازدهار. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، وهكذا نقلب صفحة ذهبية حافلة بالأمجاد والمفاخر في سجل التاريخ العماني الذي يشع نورا وضياء، ونودع عاما لنستقبل بإذن الله وحسن توفيقه عاما آخر جديد، لنرسم على صفحة أخرى أمجادا، ولنصنع معجزة، ولنبني أملا، ولنحقق بإذن الله منجزات خير وبركة على أرض عمان الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لباني أمجاد عمان جلالة السلطان المفدى قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأبقاه. ويسعدني أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون أن أنقل إليكم التهنئة، ليعيد الله علينا جميعا المناسبة السعيدة باليمن والبركات. وقبل أن أستودعكم الله، أرجو أن تسمحوا لي بأن أتقدم باسمكم بالشكر لإخوتنا الجنود المجهولين الذين يعملون بصمت من وراء ستار بكل جد وإخلاص لإيصال الصورة والصوت إليكم أينما كنتم. إنهم موظفو الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وفنيو محطتي الأقمار الصناعية في كل من مسقط وصلالة والمحطات الموصلة في المناطق. كما أحيي موظفي البث الخارجي للتلفزيون والإذاعة الخارجية، وموظفي الاستوديوهات على جهودهم الكبيرة، متمنيا لهم دوام التوفيق. وتحية لكم مرة أخرى أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون على كل بقعة من بقاع عمان الحبيبة، وفي كل مكان يصلكم صوت عمان. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.